امبارح ان قناه ان الامارات بتحاول تعمل دلوقتي تلفزيون اسمه تلفزيون الشرق، لسه اصداء قناه الشرق المغشوشه اللي عايزه تعملها الامارات والسعوديه للسطو على اسم قناه الشرق، واللي طول عمرها منبر لثورات الربيع العربي ومنبر للحق، مش هيتوقف ومش هيتوقف عن دعم الشعوب العربيه المقهوره. لسه لغايه دلوقتي ناس كتير بتحاول انها تتكلم عن الموضوع ده، وبدأت حملة كبيرة على السوشيال ميديا لدعم قناة الشرق من كل أحرار العالم، واللي بيعتبروا قناة الشرق ملاذهم الوحيد مع القنوات الداعمة لحقوق الشعوب، وتم تدشين هاشتاج الشرق المغشوشة لدعم قناة الشرق. زي ما قلت لكم الموضوع ان هم دلوقتي عايزين يعملوا تلفزيون جديد اسمه تلفزيون الشرق، وبعد كده الناس طلعت تعترض على ان دي كده الشرق المغشوشه، وعملوا هاشتاج اسمه الشرق المغشوشه. احنا معانا بعض التويتات اللي موجوده على تويتر من بعض المخرجين. اول تويته من الاستاذ عبد العزيز مجاهد بيقول: بعد قناه الشرق المصريه المعارضه للسيسي ومنتدى الشرق، حكام الامارات يطلقون قناه تلفزيونيه بنفس الاسم وهاشتاج الشرق المغشوشه. وعبد الفتاح فايد: الإعلام رسالة، ووسائل الإعلام قوتها في مضمونها ومصداقيتها وانحيازها لقضايا الناس وليس في اسمها، هاشتاج الشرق المغشوشة. عسل اسود بيقول: الإمارات بعد ما سرقت الآثار المصرية والشجر والطيور من اليمن بتسرق دلوقتي اسم قناة الشرق، وهتعمل قناة باسم تلفزيون الشرق، ده شيتي الهندي مش غلطان فيكم أو عليكم. وأحد النشطاء اسمه الشرق: قناة الشرق الجديدة التي تبث من الإمارات دليل قاطع على قوة قناة الشرق الأصلية وكثرة شعبيتها خاصة في الخليج، مما جعلهم يقومون بإطلاق نفس الاسم، والله إنهم فاشلون وهابطون ولا عقل لهم. ابن الإسلام بيقول: وصل بهم الإفلاس لعمل الشرق المغشوشة، شرق المعرضين مش شرق المعارضين. وناشط آخر اسمه حرروا الحرية: أعلى درجات الجهل أن تصدروا قناة الشرق المغشوشة وأنتم تعلمون أن قناة الشرق الحرة موجودة في قلوبنا. عارفين كده أحيانا بيبقى في بعض الناس كده بيبقى في ماركت، محل مثلا أو مطعم يعني مشهور جدا وبيعمل أكلات حلوة جدا، فتلاقي واحد لص كده جاي يقوم رايح عامل نفس الاسم، او يحاول ياخد العلامه، او يحاول يغير في الاسم، يخليه مثلا يغير نقطه، يغير اي حاجه، بحيث ان هو يعني ايه بيتلزق فيه. هو عارف ان النجاح جاي من الشخص ده فبيحاول ان هو يتلزق فيه. ده اللي بيحصل حرفيا دلوقتي. هم عارفين يعني من قله الاسامي اللي موجوده للقنوات، هم عارفين ان قناه الشرق بتضايقهم، عارفين ان قناه الشرق ليها جمهور كتير، عارفين ان قناه الشرق متشافه بشكل كبير جدا في مصر وفي الوطن العربي كله، فلازم يعملوا حاجه اللي هو بنحاول ان احنا يعني بدل لما الشخص يخش يدور على الشرق في التلفزيون يلاقي الشرق اللي احنا فيها دلوقتي دي، يلاقي شرق تانيه برضه فيتفرج عليها. لو فعلا انتوا واثقين من امكانياتكم، واثقين من اللي انتوا هتعملوه، واثقين ان الناس هتحبكم، مش محتاجين ان انتوا تاخدوا اسم تاني شبه الاسم بتاع قناه الشرق، راديو وتلفزيون قنوات الشرق. افلاس كبير جدا عند الامارات. المهم ان هم عايزين يخشوا عند الناس وخلاص، عايزين يحاولوا يسحبوا او يحاولوا ان هم يدخلوا العقول المصريين ويدخلوا عقول الوطن العربي كله، بحيث ان هم يبتدوا يقضوا على اي حاجه تماما اسمها ثوره، يقضوا على اي حاجه تماما اسمها ناس بتدور على كلمه الحق، بس مش هينجحوا في كده. والدليل عندنا ان امبارح كان في ترند لهاشتاج الشرق المغشوشه.